بالأخير حسب الوقت هذا التقرير حرق دمي. أعلام الكويت في الزبالة وفي السرة، والله شيء يعور القلب. أذكر أبو سليمان كان يصور الإعلام اللي فوق الجهات، وزارة الداخلية المشقوقة، يعني جهات الدولة المشقوقة، وكنا ننقهر. لكن نوصل مرحلة نقطع إعلام في الزبالة، إعلام الكويت في الزبالة، والله ما نشوفها إلا بالكويت. والله إن هذه جريمة ما بعدها جريمة. شوفوا التقرير. أحمد، حرام إعلام الكويت كذي طايحين بالزبالة. شوف العلم يا أبو أحمد، شوف العلم، منطقة السرة صوب ال شو اسمه صوب المطعم وصوب هذا مختارية المنطقة. شوف الزبالة هني وشوف الإعلام اللي قاطينا بال. والله قهر،